وعلى أصحابه أجمعين ومن اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تعال نحن اليوم نلتقي في لقاء يجمعنا فيه كتاب الله، فكم ضمتنا حلقاته، وكم نهنا من معينه، وكم قوم فينا للمخطئ سلوكه، وكم أزال للمغموم همومه. ونحن اليوم في عصرنا أحوج ما نكون للقرآن نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه ونتحرك ونجاهد الأعداء به ونصلح أنفسنا على هدي. فما كان لنا إلا أن نتمسك بالقرآن الكريم، فالقرآن هو المنطلق، وقد عشنا في ظلاله وحاولنا أن نقترب في حلقاتنا من كنوزه المدفوعة وأن نرتوي من معينه العذب. واليوم نلتقي ونجتمع في هذا الحفل النهائي لمسابقة ترتيل وتجويد القرآن الكريم، والذي دابت مؤسسة جيل المعرفة للتربية والتعليم تنظيمه كل شهر رمضان من كل سنة. ولقد صادف موعد تقديم هذه المسابقة المباركة ليلة من أفضل الليالي، وهي ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول. فلذلك اخترنا لكم أجود القراء الذين أنعم الله عليهم بحسن تلاوة القرآن وترتيله وتدبره. وفي الأخير نود من خلال هذا اللقاء المتنوع الذي نجد من خلاله الأنس والفائدة تقديم أحر التهاني لأسرة جيل المعرفة بكل أطيافها ترحيباً يليق بها. والآن نترككم مع ثقرات هذه المسابقة المباركة، وشكراً لكم، وأرجو من جميع التلاميذ والتلميذات أن يصغوا جيداً لترتيل القرآن الكريم ويتدبروه مع أصدقائهم المشاركين في هذه المسابقة، وشكراً لكم جميعاً. دعني ننادي على المتسابق الأول. السلام عليكم، أنا اسمي براء بن جوزي، أدرس في مستوى الرابع الابتدائي، عمري 9 سنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر من نفعت الذكرى. اقرأي بقولي تعالى: إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر نفعت الذكرى. حسبك. يبدأ القراءة ويتجنبها الأشقى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل توترون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أقرب المرى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. آية العزوزي قراءة متميزة. لكي بعض التجاوزات القليلة مثلا يصلى يصلى، عليك أن تفخمي حرف اللام. وذكر وذاكر الراء مفخمة هنا. وكلمة كبرى لدينا هنا إمامة، لديك نقطة سوداء تحت حرف الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. ملك أحسنتي أحسنتي وأجبتي. لدي فقط ملاحظة مهمة جدا. ابتدأتي سورة سبح اسم ربك الأعلى، لقد قلت الأعلى يعني قرأت بين الورش وقراءة حفص. سواء أنت قرأتها فسوى، يعني فخمت حرف الواو عوض أن تقرأي بقراءة الإيماء أن تميلي الحرف تقلليه فسوى. حذيفة اقرأ من فضلك من قد أفلح من تزكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تثيرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إمالة أيضا. وحيث أن هذه السورة تنتهي غالبها بالإمالة أبقى. نعم. والقلق نجح في البدء. أبقى. ولا خيرة ولا خيرة وليس ولا خيرة. لأننا لدينا مد أربع حركات. صحف إبراهيم إي لم تحقق الهمز هنا. أنت صحف إبراهيم مع أن هذه همزة قطع محققة. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء نحوا. سبح اسم ربك الأعلى، قلت أنت الأعلى. إذا هنا أنت كما قالت الأستاذة سالفا خلطت بين قراءة حفص وقراءة ورش، وكذلك إلا ما شاء الله. هنا عندنا مد المشبع، مد متصل مش مشبع، ست حركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليسرك لليسرى فذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه السورة كما قلنا كلها تنتهي بإمالة حرف آخر، كذلك بتنقيطه.
سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى. ويتجنبها الأشقى. نعم الأواخر الآيات كلها يعني لم تحقق فيها الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه فصلى. بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لدي بعض ملاحظات. مثلا فصلى حرف اللام هنا دائما تحقق. لماذا؟ لأنه مشبوه بصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنع النار الكبرى. والأستاذ شعيب. شكرا للجميع وحفظ وفق الجميع.